استاذ محمد، سريعا عشان وقتي خلص بتاع الفقره، هل قرار جامعه الدول العربيه بانها توقف عضويه سوريا في جامعه الدول العربيه، هل ده ممكن ياثر على البورصه بتاعتنا؟ شوف، كل حاجة في الدنيا هتأثر علينا، لأن ازاي ده؟ البورصة يعني ده هي حاجه زي ما متهيألي حضرتك قلت في خارجيه. الأول كده ترمومتر، إحنا بنشوف كل حاجة. شوف، الوحدة العربية أو المنطقة العربية كلها كوحدة واحدة، كل المؤثرات اللي بتأثر عليها بتأثر عليها إقليميا. أنت النهاردة اختلال القوة هيأثر على اختلال القوة عندك، هيخليك تشكيلك العسكري والسياسي واتجاهاتك شكلها يتغير. انت دلوقتي سوريا داخلة على مرحلة من عدم الاستقرار، فلازم الجبهة المصرية تعوض عدم الاستقرار ده في الفترة إلى أن سوريا تستقر تاني. طب هل الامتداد من خلال سوريا إلى المناطق المحيطة الأردن ولبنان هل هيمتد هذا التأثير، ولا التأثير هيبقى محدود؟ فأنت النهاردة الاستثمار الأجنبي اللي موجود عندك بيدرس كل المؤثرات دي وبيشوف مستقبله في البلاد دي هيبقى عامل إزاي، وهل هيسحب بعض الاستثمارات من مناطق القلق ويروح على المنطقة زي مصر اللي هي خرجت من عنق الزجاجة وابتدت تدخل على بشائر الأمل، نعم. ولا هتستمر الأمور زي ما هي، ولا يعتبر أن التأثير هيمتد ويسحب نفسه من المنطقة ككل؟ فلازم هيكون ليها حسابات، ولازم هيكون ليها تأثيرات على البورصة، تمام. وده اللي نشوفه في الأيام الجاية إن شاء الله. أستاذ محمد وجيه، خبير أوراق المالية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، والمرة الجاية ناخد توقعاتك للأحداث اللي هتحصل أو تأثير الأحداث وتأثيرها على البورصة بشكل عام. شكرا جزيلا لحضرتك يا شكرا فندم. يا فندم. شكرا. فاصل وراجعين.